بطاطس مهروسه، هنهرسها جامد جدا لحد ما تحس انها بقت ناعمه معاكي. طبعا البطاطس دي لما بتتسلق بنحط يا اما مكعب مرق يا اما شويه ملح وفلفل. ماشي، اول ما نهرسها ونحس انها بقت كريمه بنضيف لها يا اما كريمه يا اما لبن يا اما معلقه سمنه بلدي. فانا دلوقتي بهرسها، بحط بقى حته تومه نيه. فين التومه؟ ماشي، حاجه بسيطه جدا، وشويه حليب اهو الحليب بسيط جدا، حوالي ربع كوب. ونهرس حته التومه هنا بتدي نكهه للبطاطس، تديها حاجه حلوه قوي، وكمان شويه كرفس. خلاص هي كده نعمت جدا، ما فيهاش اي تكتلات اهي. في الاثناء دي بنروح ضايفين معلقه زبده سايحه، او درجه حراره الغرفه، بس المهم ان يكون البطاطس دافيه عشان تسيح معانا اهي. ودلوقتي هنقدمها مع اللحم. خلاص ما نضربهاش بالخلاط طبعا عشان خاطر هتديكي خيط كده، مش هيبقى لطيف يعني. وادي البطاطس بيوريه، اهلا وسهلا، ونقول الو. استاذة ايمان، مساء النور حبيبتي، اهلا وسهلا. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله، ازيك انت؟ اموريني. لو سمحت انا عايز اعرف طريقة الفريسكا. طريقة ايه؟ الفريسكا. ايوه بس ضروري يعني دلوقتي، احنا عايز نعملها النهارده على الفطار. طب انا مش في ذهني دلوقتي الطريقة، بس انا هرجع لك، بس على خش على الصفحة على اليوتيوب هتلاقي الطريقة ان شاء الله، اسمها اطياب صابرين.